عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى أصحاب أجمعين من كثير إلى يوم الدين. المكناس من مورد من أبدال الأبدال يا إخواني يا أخوات، في مدينة مكناس العاصمة الإسماعيلية للمملكة المغربية مدينة الملوك. اسمع اسمع كلام حلو، اسمع اسمع وتمتع من كلام حلو، اسمع. موضوعنا تكلم على الصبر، الصبر والسلوان، افتح الفرج قريب العاجل يا رب صبرا جميلا. الصبر الجميل هو الرضا، سطر سطر على كلمة الرضا، بما قسم الله لك من شكوى في كل مكان وفي كل زمان. الله يعطينا الصبر سيدنا أيوب، قل آمين. حتى في اليويو الكثير يشتكي، الكثير يشتكي في اليويو، لأن الصبر يا إخواني يا أخوات، الصبر الصبر والسلوان مفتاح قرب عاجل يا رب صبرا جميلا. والصبر الجميل هو الرضا، بما قسم الله لنا بدون شكوى في كل مكان وفي كل زمان. على اليمين إلى ميدان الغالية، على اليمين إلى ميدان الغالية، طريق 21 الرابطة بين مكناس ودرعا تفيلات. ها ونحن سنخوض طريقنا إلى حمرية ثم إلى البساتين، وكانت جولتنا حلوة مع الأغنية الجميلة. اسمع وتمتع واستمتع من كلامنا، كل ألغاز، كل معاني، كل أفكار، كل حلو حلو حلو، كلامنا حلو عطر المعسل. مكناس موروكو يا شكرا صبرينو، يا شكرا صبرينو.
زاد أبدي بفضول حد ورنتوبي تاج دي بلدنا إذا ميت عما يخوبي يا شيخ مصرين ويا شيخ مصرين يشم الديك يفوزوا بالبلد اللي بيحمل خوات واحنا في طريق فاس حبرية ونحن في طريق فاس والجولة مستمرة ويد الجنة سبيل موت
وهنا سنقول لكم يا إخواني يا أخوات مع السلامة حتى نلتقي في فيديو آخر في منطقة أخرى في جو آخر. مع السلامة.